روجينا شافت الكلام ده اكيد اترعبت اكتر. أنا موت لا يخرب بيتك الأذن الوسطى. هتغلع حاجة، أنا متأكد من كده. يا رب تنزل كويسة. المرحلة بتتقطع. يا سندي. أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا بنموت يا سنتي ولا إيه؟ يا سنتي الباراشوت اتقطع. يا سنتي رد عليا يا سنتي. الله يخرب بيتك يا سنتي. أنا بموت. يلا يا جماعة قربوا على الأرض. يلا يا شباب كله يجهز تحت. بس يا لا تحتك دي.
هي بتعيط عشان التفافه ولا ايه؟ ولا من اللي فوق ولا ايه اللي حصل؟ انا كويس على فكره، انت كويسه؟ كله تمام. انت نزلتي؟ انت تمام ولا 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 عايش؟ انا ما اعرفش. هات لها ميه يا جماعه، حد يجيب لها ميه. وانا بق ميه برضه. البراشوت اتقطع. البراشوت ما فتحش؟ البراشوت اتقطع. اتقطع؟ اتقطع في ايدي. يا نهار اسود. ما البراشوت ما فتحش، امال نزلتوا ازاي؟ اكيد عارف. امال نزلتي ازاي؟ مش مصدقنا على الارض. انت على الارض. انا على الارض. يلا سجدتي سجدة شكر ولا لسه؟ شهدت تعب. اللهم لك الف حمد. 75,000 مرة. الله يخرب بيتكم. الله يخرب بيتكم. مش قلت لك هتدعي لما تنزلي؟ الله يخرب. طيب اللي فيهم والله. عامله زي الزفت. عامله زي الزفت. دي الجو جميل وشمس تعبانه. مش هتشكري الراجل اللي يعني اديكي احسن تجربه في حياتك؟ عامله والله. انا ازاي عملت كده؟ بتحبيني عشان قلت لك ان انت هتبقي كويسه. فخوره من نفسك؟ انا ازاي عملت كده؟ ازاي طلعت الطياره دي ونزلني كده؟ ازاي عملت كده؟ انا صراحه كنت فاكرك مش كنت ببص فوق بعد ما نطيت وفتحنا الباراشوت ببص فوق، كنت متخيل ان انت مش هتبقى مش هتنزلي. زقني زقني اقسم بالله، انا لسه عايزه ازقه لقيته زقني، وبعدين راح رافع رقبتي بشكل في عنف. اقسم بالله يا جماعه لا. لا ايه؟ شفتي المنظر؟ ما شفتش. لا ممكن مناديل يا جماعه؟ شفت ايه؟ الباراشوت بتاعته. انا بموت.